السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم مندي الفراخ بطريقه سهله جدا وبسيطه، وتلاقي طعمها حلو قوي وارخص كمان كتير من بره. اللي عنده فرخه كامله ممكن يقطعها اربعه، بس انا عندي هنا اوراق. نبتدي بقى مع بعض. اجيب بوله احط فيها ربع كوبايه من الزيت، معلقه من الكركم، معلقه من البابريكا. الكركم والبابريكا هيعملوا لون حلو قوي مع بعض، لون اورنج كده، هو اللي بيخلي لون المندي حلو قوي. نص معلقه فلفل اسود، معلقه صغيره من الملح، ونقلب الخلطه دي كويس. وابتدي انزل الفراخ، اتبلها كويس بالشكل ده كده. طبعا الفراخ انا غسلها كويس جدا زي ما قلتلكوا كذا مره على غسلها بالشكل ده كده. نسيب بقى الفراخ كده على جنب متبله. خلاص انا قلبت الرز كويس جدا. المفروض يبقى عندي شبكه عشان احط فوقيها الفراخ، بس انا مش عندي، فهستعمل الدان بتاعت شيش الطاووق بالشكل ده. هعمل منهم شبكه، لازم نتصرف يا جماعه، ولا ايه رايكم؟ بالشكل ده كده بقى عندي شبكة اهو. احط بقى الفراخ اللي انا متبلاها على الشبكة كده بالشكل ده. طبعا الفراخ هتنزل المية بتاعتها على الرز، وهتبقى طعمها جنان، حاجة كده وهم ما توصفش. التتبيلة دي هخليها على جنب عشان عايزاها، خليها شويه كده على جنب. هجيب الومنيوم فويل، هروح مغطيه كده الفرن كله. بالشكل ده هيخش الفرن على درجة حرارة 200، هيقعد تقريبا ساعة ونص في الفرن، وبعد كده اوريكم شكله بقى ايه. بصوا بقى، يلا نفتح ونتفاجئ مع بعض. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، ان الرز وانا بصوره الكاميرا كانت مقفوله وانا مش واخده بالي. ما تزعلوش، هوريكم ازاي انا عملت الرز بالظبط. بس نقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم، ونفتح على الفراخ بعد ساعه ونص. واو، بصوا شكلها ولونها، بصوا رهيبه، ريحتها جميلة جدا يا جماعة، خيال. التتبيلة بقى اللي انا قلتلكوا عليها نجيبها كده، ونحاول ننزلها على الفراخ كده بالشكل ده كده كده. هدخلها تاني الفرن تحت الشواية تاخد بس لون، ونطلعها ونقدمها مع بعض. الرز بقى معلش عشان انا الكاميرا كانت مقفوله، كوبايتين رز، ده رز مصري عشان البسمتي غالي شويه. حطيت عليهم مكعب من المرق، ليمونه مجففه، 6 حبات من الحبهان، 6 حبات من القرنفل، ورق لوري، وعود قرفه. لما اجي اطلع لما اجي اقدمه معاكم هطلع كل ده من الرز دلوقتي قدامكم. هرجعه الفرن 10 دقايق وارجع له تاني. انا هرجع الفرن وهو مكشوف، مش هغطيه تاني عشان ياخد لون تحت الشوايه، هرجع له تاني. ادي المندي الخطير، ريحته جميله جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي. جربوا الوصفه هتعجبكم قوي. ثواني اغرفه وارجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، التوابل اللي انا كنت حطاها، القرفه والليمون المجفف
ورق اللون والحبهان، حاطه ست وحدات من الحبهان والقرنفل. بس كل ده طبعا لازم نشيله عشان بيضايق لو جه في بقنا واحنا بناكل. اهو اللي بيحب طعم القرنفل ممكن يسيبه، بس انا مش بحبه، بحبه يدي ريحة بس في الاكل، لكن مش بحبه اكله يعني. بس خلاص عايزة اوريكوا قد ايه الرز مفلفل. بصوا حبايبي شايفين مفلفل جدا جدا وريحته حلوة جدا. هغرفه وارجع لكم. وادي يا حبايب قلبي المندي بالرز الاصفر اللذيذ، ويا رب يكون الطريقه بتاعتي عجبتكم، وما تزعلوش ان الفيديو معلش طريقه الرز ما كانتش باينه. لو عايزيني ارجع اصور تاني الطريقه اوكي قولوا لي في التعليقات، وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه. باي باي.